خلصنا السمع للوضعية الأولى. سدتي انا متاع الكاميرا مخدوشة ولات. عليه حلها ميسيلش، حتى مخدوشة حلها. باه نستمع للوضعية الأولى. الوضعية الأولى تقول: اثنان لتر، اثنان لتر. مرحبا. مرحبا، اوكي سافا، توا باهي الكاميرا متاعك، خليها هكاك ما يسالش هكا، باهي يا رودين. أهلا سيدتي. اهلا. نستمع. اذا قلنا اثنان لتر وعشرون ديسي لتر، اثنان لتر وعشرون ديسي لتر كم يساوي؟ سيدتي نحن قرينا الكيلو غرام. باهي. مرحبا سيدتي. إذا اثنان لتر وعشرون ديسي لتر كم يساوي ملي لتر؟ كم؟ يساوي ملي لتر. ليه ليه الوضعية؟ اثنان لتر وعشرون ديسي لتر، اثنان لتر وعشرون ديسي لتر كم يساوي ملي لتر؟ بسرعة البقية، أين الكاميرا؟ محمد الواتي، سارة، يا أصالة، نفس المشكل يا أصالة، لم يحل هذا المشكل يا أصالة. ليه تنجم تتكلم، كانت تنجم هي تتكلم في حصة الإنجليش دي يا أصالة. نحن اليوم قرينا الغرام والديكا غرام والهكتو غرام والكيلو غرام. نرفع الألواح، نرفع الألواح. ارفع اللوح، ارفع اللوح، أين اللوح؟ أين؟ سارة، رودينا، شكرا شكرا مريم الشامخي، شكرا رودينا، شكرا محمد، سارة أيضا، شكرا سارة. آدم أين اللوح؟ سيدتي أنت قلت اثنين لتر وعشرين ديسي لتر. نعم باهي، ننتبه ننتبه معك يا مرام. تذكرينني بأجزاء اللتر يا مرام. نبدأ. الكيلو لتر. تثبتي يا مرام يا ابنتي، الأجزاء يا ابنتي، لقد قلت الأجزاء. أنا سيب. سيدتي اللتر. مرحبا سيدتي. ديسي لتر. مرحبا سيدتي. السنتي لتر. السنتي لتر. الميلي لتر. الميلي لتر. إذا نحن قلنا اثنان، اثنان لتر، ها هي. إذا اثنان لتر، و الواء تمثل عملية جمع، إذا و نضع صفر في الديسيلتر. صفر في الديسيلتر واثنان في، اجمعي يا مرام. إذا أولا قبل أن أجمع سأحول إلى المليمتر، إلى الوحدة المذكورة. إذا سوف أزيد أصفارا وصولا إلى المليلتر. هكذا كيف نحول يا ابنتي؟ فهمتي يا ابنتي؟ نعم. أحسنت. إذا سوف نضيف صفرا هنا، هل وصلنا؟ لا. هل وصلنا؟ لا. هل وصلنا؟ نعم.
نعم لقد وصلنا، نفس الشيء بالنسبة لعشرون. إذن سوف أصل إلى الوحدة المذكورة، الوحدة المطلوبة. الآن سوف أجمع. اجمع يا ابنتي. صفر مع صفر يساوي صفر، صفر مع صفر يساوي صفر، صفر مع صفر يساوي صفر، اثنين مع اثنين يساوي أربعة. إذن النتيجة 4000. ماذا؟ مليمة. أحسنت. إذن دائما الأحاد مرحبا سيدتي التي سوف أذكرها. إذن هناك 4000 مليلتر. أرأيت يا ابنتي أنها مرحبا سيدتي. مرحبا نفتح الكاميرا. أختي ما نجحش نحل الكاميرا. لماذا؟ إذا هكذا كيف أحول، وهذه تعتبر أجزاء اللتر، لأن اللتر هو الذي أقيس به السعات، أقيس به العصير، أقيس به الحليب، أقيس به ماء الزهر. اتفقنا؟ نعم. بس. نعم. شكرا لكم. إذا سوف نذهب إلى العمل الآن. سوف أذهب إلى وضعية. سيدتي مريم جبننها الأقرأ. اقرأي. الوضعية 1. أرادت سيدتي أن تصنع مربى سفرجلة، فاشترت 26 كيلو غرام من السفرجل ب 1485 مليم الكيلو غرام الواحد، و 14 كيلو غرام من السكر ب 1120 مليم الكيلو غرام الواحد، و 45 وعاء من لوري ب 575 مليم الواحد. أحسب ثمن السفرجل، أحسب ثمن السكر، أحسب ثمن الأوعى البلورية، أحسب كلفة معجون السفرجل. يقدر ثمن بيع علبة السفرجل في السوق ب 2150 ملي. هل ربحت السيدة أم خسرت؟ نعم، إذا كانت ربحت أحسب مقدار ربحها، إذا كانت خسرت أحسب سيدتي. المفروض نقول يعني هل ربحت، نقول مثلا نعم ربحت ونقول التعليل ولا لا؟ أو نعم ربحت والتعليل وتعطيني مقدار الربح. يعني نعم مقدار الربح. نعم إذا خسرت. واضح جدا يا ولدي، إذا خسرت أو ربحت. مرحبا سيدتي. مرحبا، تلتحقين بنا يا ابنتي بسرعة. هل نستطيع أن نعمل عملية مركبة؟ Thank you.
سيدتي نستطيع أن نعمل عملية مركبة؟ نعم يا آدم، ولكن أنجزهم يا آدم باش تعرف روحك شنو، باش ما تغلطش بعد تالي عايش ولدي. أنجزهم بالترتيب. حسن. هل أستطيع أن أشارك في هذه الوضعية؟ سيدتي، أحسب كلفة معجون السفرجل يعني ثمن المشتريات؟ لا أعلم يا آدم، حسب رأيك يا آدم. الكلفة كاملة، الكلفة نعلمها الكلفة يا آدم. جميعنا ننجز العمل لو بعد تالي اللي نعطيه اللي باش نصلحه، ويقول لي سيدتي ما كملتش نتغشش عليه، او باش نعطيكم الوقت الكافي تتثبت في الوضعية تنجز عملك. تي انت هل ربحت سيدة ام خسر؟ بطبيعة الحال إذا كانت ربحت تبحث عن مقدار الربح، إذا كانت خسرت تبحث عن الخسارة.
طيب هل يمكن يعني أن تكون عملية مركبة؟ لكن الإجابة الأخرى نكتب على المراحل. نعم بطبيعة الحال. قالت لي بالمراحل. أنا أفضل في هذه الوضعية أن تنجزي بالمراحل لكي تفهمي ولكي لا تخطئي. هو تستطيعين يا ابنتي، إن كنت واثقة أنجزي. خاطر سيدتي قال في أول سؤال أحسب ثمن السفرجل، ثم برشا معطيات يعني على السفرجل. تتثبتين إذا هنا يا ابنتي. قال لك أحسب ثمن السفرجل. سهل. وانا نحسب في ربحها. استعادي تهبط شوية الكرومة نيش خنرى بعدها. هل الرابحة السيدة عيدة خسرتك فقط ذاك هو ليه ظاهر نيش خنرى انا استي من نيش خنرى فيها هكا ترى فيها اي هكا هو. سيدتي أنا طوفي كم ربحت. سيدتي أستطيع أن أشارك في هذه الوضعية؟ هاي قرب انتهاء الوقت. دقيقتين فقط. خسر. عليه تقول في الإجابة. نكتب الإجابة على اللوحة مثل العادة. ننجز. يا شاهين تفتح الكاميرا. شاهين نجمش. لا تفتحها، لماذا لا تستطيع؟ محمد دلوقتي. لينا جميعنا نفتح الكاميرا. استير راي اسال تسمع فينا ولا
امبارح تشارك معانا وامبارح شكون؟ أصالة حس الإنجليزية الإنجليزية والعربي امبارح ولد امبارح تسمع فين وتشارك زادة. يا أصالة عايش بنتي، حتى الرياضيات يا أصالة تستطيعين أن تشاركي معنا يا أصالة عايش بنتي. سيدتي أنا مريم جبنون، هل يمكن أن عندما نصلح أن أجيب على العملية الأولى؟ سيدتي آدم هل أستطيع أن أشارك في هذه الوقت؟ باهي توكوا كملوا إن شاء الله الناس كل نشاركوا. هل يمكن سيدتي أن تعطينا 5 دقائق ونصلح؟ أي لأن دقيقة فقط سأضيف وسنصلح. ويني أصالة؟ يا أصالة عايش بنتي، راه حتى في الرياضيات تنجم تشارك يا أصالة. نتأكد من عملي. هاي البقية سوف نصلح. ما زال دقيقتين فقط. خمسة دقيقة. ما هي نكمل. سيدتي هناك صوت عند لينا، دعونا نغلق المكبر الصوت. شي جاي من عندك سيد؟ ليه مش عند ستي؟ من عند لينا. مش من عندي، يعني ما عندي حتى حس. لينا حالك. أنا آسف. سيدتي. للأسف. سيدتي نصلح. انتظرنا مثل نحن ننتظر. عندك حق يا بدينا. سيدتي تبقى لي عملية. يا زوز انا غلو ندفع عملية ليك ممكن فيك معجون السفر. كم لخدم هاي بسرعة سوف نصلح. اسرع يا شاهين. حاضر سي. الوضعية سهلة ولكن فيها كثير من المعطيات. خلينا نركز. دقيقتين. انهيت. سيدتي آدم هل أجاب على الوضعية الأولى؟ لحظة يا آدم. لينا؟ ليه؟ نعم ليه سيدتي لم أنجب؟
صار كمان شمان. لقد انتهى الوقت، لقد أخذتم الوقت الكافي. ليه لكن الوضعية طويلة. 10 دقائق بس. ليست طويلة. طويلة 1000 كيلومتر. سوف أضيف دقيقة أخرى. شكرا. خمسة. ليه؟ بثلاثة. واحد خمسة ستة ثمانية صفر. سيريتي نجم نقول في عضل الربح المدخور الصافي؟ نعم. سيدتي راه نحن الجمعة هذه شفوي. باي بون، امتحانات الرياضيات مش تجي كيما هكايا، مش تجي ربح وخسارة خاصة. تو الجمعة الجاية نعمل لكم إدماج. حتى هذا تجاوب إدماج. راهو قالوا في الرزوم تاع الامتحانات موش كيكاش يجيونا. سيدتي نحن باش نعديو الامتحانات في الدار على خاطر انا كان عندي واحد مريض بالكورونا يا اخي سكرونا برشا ايام، باش نعديو في الدار نحن. يضل ليش نعملو حاجة صحي شامل مدام انا مريم جبنون بدينا نقرا في الضرب في 3 ارقام واحنا مازلنا سنين واحنا في 5 نحن 5 اثنين نحن 2 مازلنا. باهي باهي ليس هناك مشكلة. أي سوف نصلح الآن، لقد أخذتم الوقت الكافي. ليه سيمون؟ ليه سيمون سيدتي؟ هاي سيمون ليه مون؟ أي لينا قد قاعد تلعب ماكش قاعد تخ اسكت. لينا سيدتي ادم ما اخذوا الكلمه. يا لينا تسمعينني يا لينا؟ سيدتي ادم انا اخذ الكلمه. هل انجزتي العمل يا لينا؟ لينا نعم سيدتي. السؤال الأول يا لينا، سيدتي هل أجيب؟ لا تضيع الوقت يا ابنتي. سيدتي أنا أخذ الكلمة آدم. لم تقم بالإنجاز في سر. لينا أنجزت العمل يا لينا يا ابنتي. صورتها كحلة. لماذا لم تنجزي العمل يا لينا؟ لقد أوصيت بإنجاز العمل. سيدتي مريم هل يمكن إنجازه؟ سيدتي الأخذ الكلمة آدم. محمد تيبي. سيدتي ثمن السفر جين 1485 ضرب 26. ثمن السفر جين 1485 ضرب 26 ضرب 26. سيدتي مريم هل أضرب؟ قلت حمد بك.
نعم يا محمد. 238,510. ننجز عملية هنا. أجل يا محمد. 6 ضرب 5 يساوي 30. نضع صفر نرفع نضع ثلاثة. ستة ضرب يا ولدي. 6 ضرب 8 يساوي 48 مع 3 يساوي 51. ستة ضرب 4 يساوي 24 مع 5 يساوي 29. ستة ضرب 1 يساوي 6 مع 2 يساوي 8. نضع نقطة وأشتب الاستحقاق. نعم. 2 ضرب 5 يساوي 10. نضع الصفر ونرفع الواحد. 2 ضرب 8 يساوي 16 مع 2 يساوي 18. 2 ضرب 4 يساوي 8 مع 2 يساوي 10. كيفاش العدد تقطع شوية؟ ليش سدتي مع 1؟ مع 8 مع 1 يساوي 9. ليش سدتي في بريزوز مع 2؟ هذيك علاش قلت لك نشطب الاستحفاظ كي لا نخطئ. نعم. 2 ضرب 1 يساوي 2. إذا الآن نجمع 0 مع 0 يساوي 0. 1 مع 0 يساوي 1. 8 مع 9 يساوي 16. 9 مع 8 مع 1 يساوي 18. 18 18 قلت. 2 مع 1 يساوي 3. إذا 38,710. شكرا لك محمد تيبي. أمر إلى مريم جبلون. دي أخطأت. أين خطأك يا آدم؟ تردتي فأسمت العملية 610 و600. نعم إنها 610. أين أخطأ صديقكم؟ 2 ضرب 5 8 ضرب 2 10 سيدتي الغلطة في 8 ضرب 2 16. هناك 3 ضرب 7 7 لأنها مع 1 ليست مع 2. 6 إذا 610 هنا. كنت أظن نفسي خاطئة. سيدتي أحسنت يا محمد. نكمل نقرأ. أنا سيدتي نردين. مريم. يوكي سيدتي. ثمن السكر. سيدتي أنا طوهك صحيحة. ثمن السكر 1,120 ضرب 14. 1,120 ضرب 14. إذا أنجز عملية يا مريم. عملية سهلة. أنجز بسرعة. 4 ضرب 0 يساوي 0. 4 ضرب 2 يساوي 8. 4 ضرب 1 يساوي 4. 4 ضرب 1 يساوي 4. أضع نقطة. 1 ضرب 0 يساوي 0.
واحد ضارب اثنين يساوي اثنان، واحد ضارب واحد يساوي واحد، واحد ضارب واحد يساوي واحد. نجمع صفر مع صفر يساوي صفر، صفر مع ثمانية يساوي ثمانية، أربعة مع اثنان يساوي ستة، أربعة مع واحد يساوي خمسة، واحد مع لا شيء يساوي واحد، يساوي 15680. شكرا لك محمد الويتي. ثمن الأوعية البلورية 575 ضرب 45. خمسة ضرب خمسة يساوي 75، يساوي 15، 25. سبعة ضرب خمسة يساوي 35. 35 مع اثنان يساوي 7. أكمل يا محمد، افتح الكاميرا يا محمد. خمسة ضرب خمسة يساوي 25 مع ثلاثة، نعم 28. لا يا محمد، خمسة ضرب سبعة يا محمد، انظر جيدا هنا، 35. سيدتي هل أساعدك؟ أكمل يا محمد. يا محمد، خمسة ضرب خمسة. سيدتي هل أساعدك؟ يكمل لي وحده ولا باش نخطيها على جدول الضرب؟ محمد، خمسة وعشرون. يا محمد حل الكاميرا يا محمد وتبعني هني. خمسة ضرب سبعة يا محمد، خمسة وعشرون. خمسة وثلاثون. خمسة ضرب سبعة، خمسة وثلاثون. خمسة وعشرون مع ثلاثة محمد فقط. خمسة وعشرون. أكمل يا محمد. محمد، يا محمد، استغفر. يا محمد عايش ولدي، يصلح. ما تصلحش، عملك صحيح. أكمل هنا. أربعة ضرب خمسة. أربعة ضرب 25. نعم. سبعة ضرب أربعة يساوي ثمانية، سبعة ضرب أربعة يساوي ثمانية وعشرون، يساوي خمسة وثلاثون مع اثنين ثلاثون، يساوي ثلاثون. أحسنت. خمسة ضرب أربعة يساوي عشرون مع ثلاثة، ثلاثة وعشرون. النتيجة 25875. لا ننجز مع بعضنا، إذا لنا خمسة، خمسة مع صفر خمسة، سبعة مع ستة 25805. آدم بسرعة بسرعة، ما زال لدينا مسألة أخرى. بسرعة آدم، كلفة المعجون، كلفة المعجون، كلفة المعجون. نعم. 25875
15,680 مع 38,610 كم النتيجة؟ سيدتي لم أحسب. كيف لم تحسبها؟ لقد أنهيت، أنت أنهيت أول واحد. لأنني أخطأت في أول واحد. أخطأت في أول واحد. نعم محمد تيبي، قديش؟ ستي يساوي 8,965. كيفاش؟ ستي 8,165. 80,165 يساوي 8,165. رودينا؟ نعم سيدتي. المطلوب الموالي يا رودينا. لم أنهي. مريم شامخي. سيدتي أنا أيضا لم أنهي. ليه تاخذوا نص ساعة في سيدتي؟ أنا أنهيت شوية. تاخذوا نص ساعة في وضعية وبعد تقولوا لي لم أنهي؟ سيدتي أنا أيضا أنهيت شوية. ماهيش صعيبة برشا الوضعية. سيدتي أنا أيضا. أنت أعطيتنا ربع ساعة. ليه؟ سيدتي أنا أيضا. بدينا وسبعة دقائق كملنا. بدينا وسبعة دقائق برسك كملنا وخمسة وثلاثين دقيقة. سيدتي آدم ليه بدينا 22 وقتها؟ سيدتي آدم أرجوك. معاذ 22. نعم. هل أنهيت؟ سيدتي آدم أرجوكي. نعم يا آدم. سيدتي لقد خسرت. هل كيف نعرف أنها خسرت؟ شوية لأن 2,150. نعم شوية سي. نرفع على ثمن وبيع السفاجة. نعم يا محمد الويتي، ثمن وبيع السفاجة. ثمن وبيع المعجون. ثمن وبيع المعجون. المعجون 2,150. محمد أكمل لنا. 2,150 ضرب 45. أحسنت. كم النتيجة يا محمد؟ 96,750. 96. رودينا، هل خسرت أم ربحت؟ نعم. شنو اللي ربحت؟ نعم؟ ربحت. ربحت. إذا نعم؟ ربحت. نعم ربحت. نعم ربحت. ربحت سيدتي. سيدتي أدم أقر مقدار الربح. نعم لقد ربحت، لأن المداخيل أكبر من المصاريف. لأن المداخيل أكبر من المصاريف. من المصاريف. إذا لأن سيدتي أدم هل أنجز العملية؟ 70,000 مقدار ربحت ربحها. 80,105. شكرا معاذ. مقدار نعم عنه يا معاذ. نعم سيدي. تبحث عن مقدار الربح. عن مقدار الربح سيدتي. هل أقول أرجوك أعرف النتيجة؟ أعرف النتيجة. لا أريد أن أسمع أي صوت. معاذ فقط. نعم نعم يا معاذ. كيف نبحث عن مقدار الربح يا معاذ؟ البيع إلا مقدار الربح. نعم بيع إلا شراء. بيع إلا شراء. بكم باعت هنا؟ باعت بتس يا سيدتي. أنا أقول نتيجة آدم. أرجوكي أسمع صوت معاذ فقط.
نعم يا معاذ. مشاركش بالسؤال. كتبت نعم ربحت لأن 96,750 أكبر من من؟ مريم أتركي صديقك يا معاذ لا تضيع لنا الوقت. سيدتي أرجوكي تسعة من فضلك ما نحب نقرأ. أريد قلت بنحب نسمع حتى صوت، قاعدين نضيعوا في الوقت على رويحنا. راء هذي الكل باش يجي في الامتحان، الامتحان باش يجيكم ربح وخسارة، ونعطي وضعية وتقعد نص ساعة وما تتخدمش هكا. ما قريتش قلتلكم راني باش نتغشش عليكم. استنشاق شهير أكمل يا معاذ. تذكرني قلت لك قلت لي ثمن البيع إلا الكلفة. ستة وتسعون ألف وسبعمائة نعم إلا ستمرش في الرقم إلا 80,165. سيدتي أنا أعرف النتيجة. سوف أجد الربح. سيدتي أعرف النتيجة. نحب ناقل. إذن هنا نحب ناقل. أرش الفيديو. نحب ناقل. الربح دائما يجب أن نبحث عن الكلفة وأبحث عن المداخيل، ثم أستخرج المداخيل الصافية، المداخيل الجملية إلا الكلفة. سوف نذهب إلى وضعية أخرى. سيدتي هل أقول النتيجة؟ نحيح نشوف الإصلاح. سيدتي هل أقول النتيجة؟ الإصلاح أفعل بعض. نشوف الإصلاح سي. سيدتي هل أقول النتيجة؟ هل أقول النتيجة؟ لقد وجدناها النتيجة، ليست مشكلة النتيجة. لا قصدي في الأخير، في الأخير نحيد التصوير. نعم بسرعة قول النتيجة. نحيد التصوير ومنش قلنا في صدورة. 16,585. بسرعة نمر إلى الوضعية الموالية. نحيد التصوير نحيد نقل إصلاح. نقلوا بعض بالتسجيلات الإصلاح. سيدتي مريم هل أقرأ؟ سأقرأ لكم. اشترى تاجر 5 صناديق من البرتقال، كتلة واحدة 15 كيلوغرام، بحساب 785 مليم الكيلوغرام الواحد. باع الصندوق الواحد ب 17,985. كم ربح التاجر؟ الذي تنتجز في 9 قرون. هنا يجب أن أتدرج في الوضعية، يجب أن أستخرج كل معطياتي، يجب أن أعرف كل معلومة، لأن كل معلومة مهمة بالنسبة لي، كل معلومة مهمة، ويجب أن أنجز وأسرع. مش كما قبيلة استي نعم. هذه الوضعية التابعة الوضعية الأخرى. لا شكرا. سيدتي عادي نعملها مربى. نعم حسنا. سيدتي قال لي باع الصندوق ب 17,985. الصندوق الواحد. صندوق الواحد. Thank you.
سيدتي الوقت قريب يوفم تاع الزوم. سيدتي لم أفهم. سيدتي لم أفهم. خلينا نركزوا. نسكروا الميكرو ونخدم. سيدتي لم أفهم. تتبع الوضعية يا ولدي. تقرأ جيدا الوضعية سهلة. إنه اشترى كمية من البرتقال يا ولدي. ما فهمتش. اشترى كمية من البرتقال وبيع. فهمت. سوف تبحث عن ربح التاجر. اشترى وبيع. أقدر أذهب إلى الحمام؟ لا. صانع الأمة. تنجزين العمل فيما بعد. عندما تنتهي الحصة سوف تذهبين إلى الحمام. امشي وين تحب. انهيت البقية نسرع لأننا سوف نصلح. زلت في السؤال الثاني. أنا بعد شوفنا كي نبدأ نصلح. انهي سيدتي انا عملتها مرتبة. لم انهي جدا. لم انهي. ايش عيط. Thank you.
نصلح زي هيت نصلح مريم الشامخي. أولا علينا أن نجد كتلة الصناديق. أحسنتي. ثمن شراء الصناديق. كتلة الصناديق نعم يا مريم. 15 × 5. نعم. يساوي 75 كيلوغرام. ممتاز جدا، أحسنتي يا مريم، شكرا لك. سارة. إيمان شاهين مش عجبتش. هاني جايتك توا يا شاهين. سارة. نعم سيدتي. نعم. ثم لقد بحثت. الآن سوف نحتسب سيدتي ثمن الصناديق. إذن ثمن شراء البرتقال. سي سيمون شاهين أنا. سي. تفضل. ثمن شراء البرتقال. سي نقرأ شاهين. انتظرني يا شهيد. نعم يا سارة. 75 ضرب 785. كم النتيجة يا سارة؟ غلطت أنا ستي غلطت. سيدتي لقد عملتها مركبة. لقيت سيدتي 58875. سيدتي يساوي 10175. لا. 58875. ستي أنا غلطت. غلطت. 875. في العام عملية سيئة. أنا خلط في العملية. على ماذا سنبحث الآن يا شهي؟ نعم يا شهي. سيئة خلط. كيف شغلت عايش ولدي؟ فاش غلطت؟ غلطت عمليه مثال صلحها وقولي على ماذا سنبحث؟ مقدار الربح. كيفاش نبحث عن مقدار الربح؟ ثمن بيع البرتقال. ثمن بيع صناديق البرتقال. يا شهين عايش ولدي فما خلل هنا لازم نفهموا عايش ولدي. راهو الامتحان باش يجيكم البيع والشراء والربح والخساره. لذلك يجب أن نفهم. نستمع. يا شهين عايش ولدي من أول عام وين ننبه؟ راو الربح أو الخسارة.
مرتبطة بالبيع والشراء، يجب أن أعرف البيع ولا يجب أن أعرف الشراء. لقد عرفنا الشراء، هل نعرف البيع كي نحسب مقدار الربح يا ولدي؟ لا. إذا كيف سنبحث عنا؟ ماذا سنفعل يا ما تنتبه معنا يا شاهين؟ ماذا سنفعل يا مرام الآن؟ ثلاثي آدم. صناديق البرتقال. ثلاثي آدم. مرام. ثمن بيع صناديق البرتقال. مرام. ثلاثي آدم. تقول مرام وتقول آدم. نبحث عن على ثمن الربح. يا ابني لقد فصلت ستين شاهين ستين أسمع أي صوت. يجب أن نفهم هنا صناديق البرتقال إن الربح والخسارة مربوطة بالبيع والشراء. لا أستطيع أن أحتسب سيدتي، لا أستطيع أن أبحث. تفهمينني يا ابنتي بيع حاول بتكلم بالدرجة، يلا غالب ننسى ما نجمش نتكلم بالدرجة، أما حاولش نتكلم بالدرجة باش نوصل ممكن بتتر نتكلم بالدرجة نوصلش المعلومة أكثر. به شو عايش بنتي؟ رنا أحنا الربح والخسارة إنها مربوطة بالبيع والشراء، يعني لازم أنت تعرف ثمن البيع وثمن الشراء. تذكرينني مثلا، ذكرني عايش بنتي، قل لي كيفاش نبحثوا عن البيع وكيفاش نبحثوا عن الشراء، كيفاش نبحثوا عن الربح مثلا. هل تعرفين انت تعرف كيفاش نبحثوا عن الربح؟ الشراء مع الشراء مع الربح. لا لا شو عايش بنتي؟ لا شو ولو دريتي ادم على طول وقت وفير ويني ما عنديش وقت ما هاو اخذ عايش بنتي. شو اني شريت القلم مذايا شريته بمية ملي وبعته لك انتي بمية وخمسين ملي، قداش ربحت اني؟ دريتي ارجوك ادم تشبكش أريد المشاركة سيدتي. لا لا اللي نعينه فقط، خلينا نفهمه ما عاد حتى واحد يتكلم، الناس كل تسكر لي ميكرو. وقت اللي أني نعطيك الإذن باش تتكلم تتكلم. يا ابنتي يا مرام. تي مريم شيمي كتبت الإجابة في الشات. مرام. نعم. لقد اشتريت هذا القلم بمئة ملي وبعته إياك. شريته أني بمئة ملي وبعته لك ليك أنت بمئة وخمسين ملي، قديش ربحت أني؟ قديش حطيت في جيبي؟ مئة وخمسون إلا مئة. أحسنت. إذا ثمن البيع إلا ثمن الشراء. الشراء. أحسنت. ثمن الشراء. أحسنتي. به حاجة أخرى به، يريد البرتابل ذايا أني شريته بمية دينار، تسمع فيا؟ شريته بمية دينار وشريت له الكاشة ذي بعشرة ألف بعشرة دينار، يعني شريت البرتابل وشريت الكاش، شريت هذا شريته بمية وهذا شريته بعشرة دينار، فهمنا ولا لي؟ نعم. وبعته لك أنت بمية وخمسين دينار، قديش ربحتي؟ نعم. مئة وخمسون دينار إلا مئة. مئة وخمسون دينار عليه والعشرة ليف. العشرة ألف مو أعطيتها حتيني عشرة دينار. مئة وعشرة مئة وعشرة
مئة وعشرة إلا مئة وخمسة مئة وخمسون إلا مئة وعشرة. إذن أيضا هناك كلفة، ليس هناك ثمن شراء فقط في الوقت، حتى ساعات احنا نشريو حاجة كما المرة اللي فاتت، الوضعية متاع المرة اللي فاتت شرينا علانش وخسرنا عليهم فلوس، شريناهم بالفلوس وتكلفونا بالفلوس وبعناهم بالفلوس. فهمت عايش بنتي؟ بنتي أرجوك أرجوك يا آدم. إذا هنا يجب أن أبحث عن ثمن بيع البرتقال. إذا ثمن بيع البرتقال أرجوك آدم، أرجوك سيدتي. لحظة عايش ولدي يا آدم، لحظة خلي أصدقائك يفهموا أطون توجيه. نعم يا مرا، ثمن بيع البرتقال. ثمن بيع البرتقال 17. أنا كتب ثمن بيع صناديق البرتقال. ما تجاوبش. شو عايش بنتي؟ اسكت. 17 7. شو عايش بنتي؟ ارجع للوضعية، راك باش تاخذ كل شيء من الوضعية عايش بنتي. ري الوضعية هي اللي باش تعاونك، الوضعية باش تاخذ منها كل شيء. شو عايش بنتي؟ هاو لهنا شو الدلالة؟ الدلالة واضحة جدا. اقرأي هاته الجملة المفضلة. بيع صندوق صندوق ب 17,985. وهو كم يملك صندوق؟ أرجوك سيدتي، كم يملك من صندوق؟ خمسة. إذن 17,985. خمسة. سيدتي أعرف النتيجة، هل أقولها؟ نعم سيدتي بسرعة. تي أنا ما قريتش. تساوي 89,925. أي سيد، أي شيء تعطيني الربح الآن يا شيء بسرعة. تساوي 89,925. شكرا لك. لما شارك اليوم شهين. نعم سيدتي. نعم شهين الربح بسرعة 89,925. نعم إلا نعم إلا 58 وثمان. وجدت النتيجة يا شهين؟ من وجد النتيجة؟ هذه 58. أنستي رودانا، وجدت 53,050. كيفاش 89؟ سيدتي سيد سارة تتثبتي يساوي 31,050. 30,000 ونتثبت في النتيجة. باي شكرا لكم. إذا لقد أضفنا الوقت، غدا سنلتقي في وضعيات جديدة إن شاء الله. وما مثل ما قلت لكم، الربح والخسارة نخدم فيه من أول عام، هذيك هي القاعدة، ما عادش نغلطوا فيها. باي شكرا، إلى اللقاء، سوف نلتقي غدا إن شاء الله.